ليه ما بتقومي بتلمي البيت؟ ليه ما بتقومي بتنظفي البيت؟ البيت كله قايم قاعد، ليش ما بتقومي بتنظفي؟ هي مالي فاضيه بنت على الفاضي. ها مالي فاضيه؟ شو مالي فاضيه هي؟ قومي نظفي البيت، قومي طلعي الكركبه، طلعي لهون. شو بعد اخوكي شو عم يسوي؟ ايش فيك انت؟ ليه ما بتقومي؟ خلص بعدين انا بلمهم. بتلميهم بعدين؟ ايمتى يعني بعدين؟ بعد سنه؟ ايه سنتين ثلاث سنين، ايمتى يعني انت ناوي تتذكري قومي تلمي حواليكي؟ نفخ كمان. خلص شيلك مينن؟ بدي اقول لك شغله. شو هي الشغله؟ قولي لشوف شغلاتك كتار انت، قولي لشوف ليه. اليوم اجوا رفقاتي لعندي وبركنا، صاروا يحكوا عني انه انا مرتبه ونظيفه وحلوه ومتقنه وما في ارتب مني ومن نظافتي. هيك قالوا لك؟ ايه هيك يعني هيك قالوا لك؟ طيب ما حكوا لك عن الزباله، عن الريحه، عن العفن، عن الشغلات المصدية عندك بالبيت، عن الوسخ، عن الزبالة بالزاويات، ما حكوا لك عنا هدول؟ لا لا اطمن اطمن، ما جبنا سيرتك ابدا ابدا. الله يا ولد، هذه الرابعة الرابعة الرابعة، هذه اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله. الله الله على الجبهة الهجومية للنادي الأهلي، على الجبهة الهجومية للنادي الأهلي، أربعة في مرمى. والله ما مفضح، ما مفضحك شعري يا زلمة. لك إيه والله، يلا روح سلام على المحكمة. تمام الحمد لله، نشكر الله. حياك الله احمد، في سؤال لك يعني. انا من اول امبارح عم فكر فيه وما عم لاقي له جواب. محيني من اول امبارح، الله وكيلك ما عم احسن لنا من هالشيء. خير شو بقى تحفنا؟ السؤال هو انه نحن الشباب نروح على الجامع على صلاه الجمعه يوم الجمعه، نجتمع ونبلغ ساعه بالجامع خطيب وصلاه. طب سؤال، ليش البنات ما كمان بروح على يوم الجمعة على الجامعة وحضركم الجامعة ساعة كاملة واسمعوا خطاب؟ ليش بس الشباب؟ هالسؤال والله وكيلك حيرني. هذا السؤال اللي محيرك؟ هقاوس يا انت بتعرف البنات بعمرك يا زلمة شفت بنت بتسكت ساعة كاملة زينة بتدخل لحلقة؟ لك ايه والله. بوم في منتصف جبه، طبخت مجاجة بجبحر برم 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 برم، قرست بعيست فريست بدندنين.